أبو تركي ماجد تواجري، أهلا وسهلا فيك. يعني أنا بقول أهلا وسهلا بوجود. يعني أنا قلت لك أمس يعني فعلا فعلا من يوم بديت المشوار وتشرفت بالانضمام إلى فريق كورة، ما قد يوم من الأيام تمنيت أني جالس على الكرسي زي البارح بصراحة. يعني انتصار للوطن مهم جدا. صحيح. الهلال اليوم يعيد فعلا يعني هيبة الكرة السعودية آسيويا. يعني خلينا نقول أنه يا أخي ترى من سنين طويلة، وحنا من بعد 2004 و2005 وإحنا أوكي الهلال يحضر، حضر نهائيين قبل وحضر في دور الأربعة وحضر في دور الثمانية، لكن فعلا سئمنا فعلا أن نكون ما إحنا أبطال آسيا. اليوم الدور على الأزرق، على الزعيم، على العالمي، الهلال بأنه بطل لدوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية، وإن شاء الله بإذن المولى عز وجل الجيل الموجود الآن اللي حيروح كأس الخليج يبيضها ويوصل إلى كأس آسيا ونعيد علو كعب الكرة السعودية على آسيا، لأنه تعبنا كثير.